على رمضان، على مأونة رمضان بداوا يخزنوا جايك منتوى مشكل الزيت زادة. في رمضان عاد، والزيت الحاكم والزيت الكذا. بابي يحب نعلق على بدينا نحن الاتحاد يطالب في الحكومه، معناها بو تمنينا الحكومه لعبت استبرشت خيرا بوجود السيده نجله بودن او الامراه، فك الاجواء الرمزيه هذيك. الحقيقه ترجمت هذه المساله في عمل حكومي حقيقي بالعاميه نتاعنا مسنتر سنتير. راهو لينا اعترف ان الوضع اللي تمر به الدوله وضع غير عادي، رئيس الجمهوريه نفسه حكي عليه، با هو يسند لحاجات اخرى، لكن كمام هناك شبه اجماع راهي الوضعيه غير عاديه يا خليفه. ما مثلا مش نعطيك مثال، انا البارح قعدت بهت وكل لحظه نحل نستنى في رد الحكومه على الكلام اللي تقال في صفحة مفترض محترمة جريدة إلكترونية بزنس نيوز خليني نسميها، على وضعية تؤشر رمزيا لوضع حكومة السيدة نجلة بودن. قالك عندنا كاتب الدولة مفقودة، كاتب الدولة الخارجية مفقودة، عمرنا سمعنا مرينا في الوضع من نوع هذايا. سيدة نادية حمد مفقودة، ماهيش في تونس، ماهيش في تونس، مشات تقري على روحها في فرنسا. هكا بزنس نيوز ينجم يكون هو غالط، اما الحكومه قال لك واتصلوا في تقرير بزنس نيوز بوزاره الخارجيه، قالوا لهم لا ما عندناش الاسم هذا والبيرو بتاعها، برا شوفوها في القصبه، بكشي في القصبه، اتصلوا في القصبه، ليس لديها اي اثر، وهي كاتبة الدولة في حكومه اللي هي حكومه الدوله التونسيه في 2022 حتى التو مفقوده، ما يعرفوش عليها وين. هدت اليمين ولا ما هدتش؟ ها؟ هدت اليمين ولا؟ هي في الأصل هي في الأصل برهين. أنا نقول إن شاء الله يا ناجي، راهو كلام من النوع هذايا، كلام من النوع هذايا بتاتر يتعدى في المهموتة. أما الحكومة يلزمها ترد عليه كانوا غلط في الوقت ويقولوا السيدة موجودة ودرشموا عليه، عليه سامحني يا ناجي، علاش؟ علاش؟ سفارات تقرا، وفد الفاميلي اللي بحذاك قاعد يفاوض بالتوعية، راهو يقرا بزنس نيوز. فما كاتب دولة في حكومة مفقودة ما يعرفوهاش حتى التوا وين، خرجت مشات تخدم في خدمة أخرى ولم يقع على إقالتها لاستقالتها. هل هذا معقول؟ هذا لا يعطي مؤشرات إيجابية على قدرة الحكومة أنها تعطي حوكمة تخلينا النجم ننقزوا هالوضع الاقتصادي الصعب. ونختم ناجي في الموضوع. توضيحا للحكاية إن شاء الله تطلع غالطة يا نادية حمدي. فوالا نادية حمدي اللي في الاصل تعيش معناها مقيمه لبرا مش مقيمه في تونس، وهذا المشكل هذا المشكل في الهيكله نتاع الحكومه اللي عملوها فيها مشكل كبير. السيده هذه عملوا لها بيرو، يعني في الاصل هي كاتب دوله لدى وزير الخارجيه، هي مكلفه بالتعاون الدولي على وجه لدى وزير الخارجيه. يعني كان المفروض انه المكتب نتاعها يكون في مقر وزاره الخارجيه، ف يعني ما عطاوهاش مكتب هي في الاخر، باش ما نقولش انا راهو ما حبوش يعطوها مكتب في وزاره الخارجيه. فنصحت، فما شكون نصحها باش تمشي، لا باش تمشي لوزاره، يعني وزير الخارجيه ما عطاهاش مكتب، وزاره الاقتصاد والتنميه والتعاون الدولي خلاف على مكتب ناجي، هي ما عطاوهاش بيرو يا اخي، هي مشيت موجوده ولا لا؟ لانه هي مهتمه بالتعاون الدولي. دونك هي وين موجوده تو؟ ما لقاولهاش بيرو كيف كيف زاد في وزاره الاقتصاد والتنميه والتعاون الدولي. ايش عملت؟ ف القاولها بيرو في مقر رئاسة الحكومة، خدمت لفترة ومشيت على روحها، ثم استقالت حيث وقيلت ما شفنا حتى شيء، لا استقالة لا إقالة. هي شو يا ما نعملوش إعلان ضياع زادة تو، راهو فما وزراء التو مريناهم يعني بالحق، معناها ثم وزراء وضع هكا، ثم وزراء قاعدين يخدموا، انا قاعدين نشوفوا فيهم معناه من حين الى اخر يخرجوا يعملوا تصريحات، اما ثم وزراء ما تعرفوش راهو قاعد يخدموا على الاقل موجودين، هاكا موجودين في بيروت، شو موجودين شو وزير مصر السيده نادي حمدي كان تبع فينا ماذا بيا تدخل معانا ان شاء الله ان شاء الله يا اخي الوزير تعين باش يتوجد باش يكون موجود منبرنا مفتوح ليها انا نحكي على الخدمه يا ودي نحكي لك مقارنه بالوضعيه لا هي من المضحكات المبكيات بالحق برهان يعني قال لك هاكا موجود بس موجود مش على الوضع هذا تاع كاتب دوله، كاتب دوله للتعاون الدولي راهو في وضع تاع تعاون دولي على اولويه الملفات راهو.